بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامج الأشبال. في البداية بننعي أنفسنا وبننعي كل جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكل لاعيبة الفريق الأول بالنادي الأهلي في وفاة عم حنفي ياقوت المشرف على غرفة ملابس الفريق الأول بالنادي الأهلي. عم حنفي ياقوت 40 سنة من العطاء، من الأمانة، من العمل الجاد داخل النادي الأهلي. في كرة القدم النجوم مش لازم يكونوا لاعيبة كرة بس، ممكن النجوم يكونوا مشجعين، ممكن يكونوا عمال غرف ملابس زي عم حنفي ياقوت اللي هو واحد النهارده بنتكلم عنه. رحم الله عم حنفي ياقوت واسكنه فسيح جناته.